وعلى هامش مشاركتهما في اجتماع المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مع المستشار النمساوي كارل نيهامر والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد مدبولي على وجود فرص متنوعة للتعاون بين البلدين تتطلب العمل على استغلالها خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، إلى جانب نقل الخبرات النمساوية في مجالات الصناعات المختلفة. من جانبه أكد مستشار النمسا أن اصطحابه خلال زيارة مصر لممثلي 15 من كبرى الشركات النمساوية يعكس اهتمام فيينا بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع القاهرة. انتهت الدولة من وضع وثيقة ملكية الدولة لتحديد القطاعات التي سوف تفتح للقطاع الخاص، وكذلك يمكن التوسع لكي نصل إلى تغطية من القطاع الخاص بمستوى 65% على مدار السنوات القادمة. كما كذلك أن مصر بدأت في إصدار الشهادة الذهبية لتنفيذ المشروعات. إن هذه المائدة المستديرة هي فرصة رائعة لنا جميعا لتعزيز التعاون بين البلدين، وأنا أدعوكم جميعا للمشاركة بنشاط في هذا النقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن كيف يمكن أن نعزز من تعاوننا الاقتصادي. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء ومستشار النمسا مراسم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة فويس إلم مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية. والتوقيع يأتي في إطار توجيهات للقيادة السياسية بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية، وذلك وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي في كافة المشروعات، وكذا توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة المطلوبة وتوطين وتعميق التصنيع المحلي.